من جد أفاني من جد تو. فرحان يحضر معنا اليوم ملك الفن الشعبي وليد التونسي. مرحبا مرحبا سمر مطوسي من أجمل الروب اللي نعم في الجي سي سي. على ذكر الجي سي سي فانه صديقنا سلايم تحول للجي سي سي كالعادة وقام بالفيتير الأعجوبة متاعه مع أصدقائنا الممثلين. شوفوا النسخة الثانية بعد عم ناول شنو صار السنة. يبقى عندكم تتفرجوا زاد السنة هذه المعلومة الباهية. أما قبل اللي يقول نهار الخميس يقول أسترو ستار محسن عيفا. حلك تكون منشط إذاعي وإلا تلفزي وتعمل فورماسيون بين المونتاج ميكساج والغرافيك والعديد من اختصاصات الملتيميديا مع أفضل الأساتذة في الميدان. علاش لا مع سنتر مارينا أو المركز متخصص. لمزيد المعلومات اتصلوا بنا على الأرقام التالية. مركز مارينا للتكوين والتطوير الإعلامي شارع الاستقلال عدد 47 باردو تونس وإلا الطريق السياحية. يا أهلا وسهلا بكم. يا أهلا وسهلا بكم. صلي على النبي. النوار 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 خويا مرحبا بك وليد. مرحبا به. شو باش نحط الامور في اطارها خويا على الدخله. هما خمسة دقائق معمل على الكونيكور باش ما يقصوش عليك المره. هذه المعلومه الاولى الباهيه. المعلومه الثانيه فانه هذا افونغو خاطر في سهريه راس العام باش نرجعوا للابراج الكل مع محسن عيفا بطريقه مطوله. شخصيات باش يصير في العام الجديد التفاصيل الكامله باش نرجعوا له مع محسن عيفا في سهريه راس العام. مش مازال لها هي تقريبا معناتها مازال معناتها مازال الجمعه. اي فوالا جمعه 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 من زمان فقط. دونك هذاك علاش اليوم باش يعملوا لنا ساعه خلاصه حوصله على اهم ما جرى عام 2020 وتنبؤات عامه للعام الجديد. تفضل. خاصه هي سنه سعيده تاع 2020. مشينا فيها. ايش جاب حذينا هنا محسن؟ باه لا لا لنا لنا هكا باه. عيفا الاكثر اناقه. الله ينورك. الله صلي على النبي. صلي على النبي. جايزه خاصه مع برج الاسد راهم في 2021 هكا راهم. محسن بحت جايزه انت تاع الاناقه رمز الاناقه. صلي على النبي. باه. يا سيدي ربي يبارك لك انت بتاع في عمل ركز معايا محسن خمس دقائق ما عاد مش يقص عليك حد المره هذه باش نركزوا معاك سيدي المشاهدين. يهمهم برشا انهم يعرفوا مثلا عام 2020 تعدى عام حق نتاع ربي صعيب شوي. هو صعيب مش صعيب اكثر واكثر. الحمد لله كي تونس في امان وسامحنا ربي اللي خرجنا من 2020 معناها قاسي خرجنا على الحديده. سما هو كما قال لك المغربي قال سنه سعيده ما كذبش راهو اللي اساس هي من اول كي عملنا تنبؤات ايش قلنا؟ قلنا راهو عام ذي هو عام الوباء. هو عام جراد جراد برشا ناس قالوا هو جراد ما جاش هو المرض هو الجراد هذا جاي في الكار هو الكار جات مأخر يمكن تعطلت شوي في الموجه فهمني اكثر تنبينا بال بال بالوباء بلاش عارف فما شكون في البلاتو مثلا من الكرونيكور باش يغادر قبل نهايه الموسم قول لي هو اللي عام جاي مثلا قول لنا مش مشكله قول انا طال غادر ونخرج انا ثم واحد برك حبيبي على الطرح بدا يترقى خاطر فكيت له خبزته زياد والله والله قال حتى في خبيزه خويا عليك انت عن لقط يعني فرك ما تفهمش تحيه ليك قلت نحبك صحه لكن خلينا في خبيزه خيره برك يزي عام 2021 اي نعم باش يكون عام خير من 2020 ولا باش يكون صعيب شوي؟ هو عام 2021 ثم فيه برشا مفاجات كبيره برشا وخاصه ماذا بيك ما تنسوهاش لتراس العام خاصة في برشا تفائل في الأبراج وخاصة في التكوينات في السياسة وفي الرياضة في كل شيء. أكثر حاجة في 2021 هو عام النملة. سمعنا بنية تاعها تقعد نبنوها. ثم برشا الناس يقول لك ثم هو عام 2021 يقول لك أسوأ من 2020. لا ما تخافوش 2021 كشفت الحقوق كل أكل مكشوف أكل غطاء في 2020 2021 بني نبنوا فيها ويزم التوانسة كل نبنوا 2021 منش وحدي نبنوا الناس كل والله عندي واصل نبني مش واحد من 2020 2021 ومزيد ماهيش بنية انت عام رمى خليك واحد بكر وليد الفلوس اللي لميتهم العام الاخرين تبني بيهم تو 2021 عام البني عام الحق بالحق يزم نقفوا كل كي يزينا من زايد ويزينا من تسكير ويزينا كل شيء عام كد اي باش نرجعوا في سهريه راس العام ذكركم بعد اسبوع باش نرجعوا الاحداث السياسيه باش يجرى في السياسه نعم الشخصيات اللي باش تبرز باش نرجعوا في سهريه راس العام
لأهم الأحداث اللي باش تحصل. نعم. هل لا قدر الله فما حاجات خايبة باش تصير ولا؟ خلينا نحكيوا على الكورونا شنو هي مصيرها عام 2021 في تونس وفي العالم. هذا الكل باش يكون في سهرية رأس العام. دونك هنا قلنا لكم أنت واستناوا بعد أسبوع سهرية رأس العام. محسن يحكي لكم على هذا الكل. ما قبل البلاورة في يدك خويا. الله يبارك. وعزيز غزواني باش يحضر لك موسيقى هايلة. ما غير ما تغزر له تهو يفهم روحه واحد. عصل لك عصل لك. وشنو يستنى في وليد عام 2021؟ 2021 مش سنة سعيدة. سنة نوار ورد لك أنت. لكن أنت قلبك طيب. برج العقرب تحسك الفترة هذه قعدت تعب قعدت تسمان قعدت بضعاف. وردت ما عادش تحب توري وجهك في البرة. لكن ثم حاجة برك. حرف الأليف. هو مذكر واحد من حياتك يكون ولدك يكون بنتك البرة قلبك مقطوع عليه شكون هذا أليف هذا شكون هذا ولدي بتبيع ولدك البرة تركيا لكن أنت قلبك مقطوع عليه تحسك مخم عليه لونها ولدي أخي شو عندك برشا ما شفتوش أي لكن حاولت من مكان لمكان شنو حاولت حاولت دار أخرى أسف علي محسن بعت وراي هاي بالله ورطي باهي مستقبلك باهي تحسك مغشاش ما تعدلش تغشش في سويسة بعد ترجع في سويسة 2021 قعد خايف في الفترة الأولى بين جانفي فيفري مارس بعد تحسن أمورك عندك برشا عروض جايتك برشا فلوس جايتك لكن ابعد على الغش والتنرفيز باه بالنسبة للحياة الزوجية والعائلية في استقرار الحمد لله عندها مرأة عنده صغير آخر عندها مرأة مباركة حرفها بالصاء والمرأة هذه طيبة برشا ماك تعرفها محسن هي نعرفها كلناك جينا محمد جت البيرو قبل لا لا أنا شفنا هنا مرأة طيبة برشا مرأة واقفة معاك أنت صحة وبركة الله ومسكرة وذنها لكن أنت سيسها يرحم والديها سيسها سيسها بالسياسة أنت مغشاش هي تسيسني مش لا أنت مغشاش قال لك تسيسها أخويا أنت سيسها أنا أخويا سيس بطبيعتي سيس وطفلة هي حبيتك باه هنشوفوا سمر سمر عام 2021 شو يستنى فيها 2021 سمر انت برج نتاعك انت الدلو وانا نقولوا اصطل انت عندك شوي غرور انت جذبت الرجال وقهرت النساء تجذب برشا مسرح كمل هذيك الكلمه تجذب الرجال برشا وتقهر برشا نساء ذقت المر برشا تعرضت المشكلة وخرجت من عجوبة وقفوا لك فيها برشا ناس شنو حكيت المشكلة هذه؟ لا عندك مشكلة ما تنكرش لكن عندك حد من عائلتك مريض يا أبوك يا أمك بابا هي علاش أنا والله طلعت باباك ما طلعتش شكون المشكلة؟ بابا هكا خبيش عايش صحيت وشنو حكيت أبوك مريض الله يرفع عليه صارت له مرتين جلطة منع منها الحمد لله وإن شاء الله ربي يطول في عمره. أنت قلبك حنينة برشا فيسة تغشش وفيسة ترجع أنت عندك أعز صاحبة كانت معاك بعدين صارت مشكلة بينك وبينها وتقلبت عليك شنو مشكلة الصاحبة هذه؟ ما عنديش صاحبات الحقيقة أنا كل صاحبات وعندك بروجي مشروع تكبري فيه لكن موش انت تجميل انت انساء تجميل انت حيوانات لطيف ها هي حيوانات تجمل الحيوانات زين الحيوانات ولا كيفاش حاجه كوجادور حاجه نعشقها نعمل فيها شنو تعشق تعشق الحيوانات تجمل نعشق الحيوانات ونعشق تجميلهم وكل شيء قطوسه البارح جات خرجت لكن تو تركلها انساء تو تركلها انساء نعرف يزينوا ويمشوا المكياج اي حتى الحيوانات يمشوا يزينوا ويقصوا شعرهم ويعملوا بارفان وظوافر وكل شيء ما شاء الله قلبك حنين برشا عايش ومادام تحب الحيوانات ربي يبارك لك ان شاء الله يا رب عايش مرض مرضى وخرجت منها اي كورونا لكن تحسك شكي هكا ديما ما عادش حبها تعاود لي الحقيقه ما عادش حبها تعاود يقول لك انت مستقبلك باهي حاولي ما تعرش برشا باش البركه تجيك ما تعملش عاليه برشا برشا باش البركه تجيك باش باباك يخف عليك شنو دخل هذا في هذا محسن بالله تصفيقه كبيره على محسن هيفا تقابلوا معاك برافو محسن عفوا منك يا محسن
الكريهبه نهزكم تعملوا فيها دوره بعد شويه عندكم موعد مع البنه ترتيحه صغيره مع الكريهبه نتاعنا باش تكتشف خويا كرهبتك الجايه وتعمل دوره في ليزوبسيون نتاعها وراجعين مع موعد البنه الاسبوع. الكياس يعرفها بالقدا وهي تعرفه بالقدا وانتم تعرفوها بالقدا. نحكي على جولف سيت هي الكريهبه نتاعك اللي تنجم تربحها هذه كرهبتك الجايه بمجرد حرف ا بالاس ام اس على 85 810 اس ام اس واحد فقط ينجم يخليك تربح ملكه الكياس الجولف سيت. وما ادراك ما الجولف سيت خويا. الوجه هو بيدو ما تبدلش عليك تعرفه مليح اما باكثر ديزاين مودرن. شوفوا لي فيو ليد نتاعها اللهم صلي على النبي. روتروفيزور نتاعها رابطابل حاجه ممتازه على الاخر كما قاعدين نشوفوا. فوالا 3-2-1 محلاها خويا محلاها مزيانه على الاخر. الكريبه نتاعنا 6 زوايل كونسومي كان 5% فقط كهرباء اقتصاديه بامتياز. الجولف وما ادراك ما الجولف سيت بواتو تو الفيرسيون اللي تنجم تربحها انت. دونك مدام مسيو ما تقلقش روحك مع الامبراياج بكل خاطر ماكش تحط ساقك على الامبراياج بما انه تصرف واحد اخويا بواتو تو. الانتيريور نتاعها الفولون كوير مش باش نقول لكم جولف سيت ملتي ميديا كل شيء موجود فيها اللي تتمناه تلقاه في كريهبتنا اللي هي كرهبتك انت. ديجا اما يلزمك تمن بحظوظك تبعث ا بالاس ام اس على 85 810 صحي هذه كرهبتك الجايه جولف سيت ليك. الموعد الاسبوعي مع البنا توتسويت مع دبارة سوكودال. يا سيدة شنية سر الريحة البنينة؟ من توجد الوطن القبلي ماطم وهريسة البنة عندها سرارة. البنة عندها أسرارها واللي يعرف سر البنة هو سوكودال. أنا مستعد إني نكشف الأسرار نتاعي اليوم وقول لكم اللي طيبت لكم روز بالدجاج حاجة تعمل أي نعم أما خليني أقول لكم كيفاش عملت الساعة. حط البصل يتقلى في شوية زيت زيتونة أي نعم لالا ومن بعد نحط معاها كالمغير فتين الطماطم البستان وإلا سينو طماطم منتوجات الوطن القبلي. دونك الزوز هما حاجة مزيانة على الأخر وحاجة بنينة على الأخر. قلت لكم نفس المطعم أنا الحق متاع ربي نمشي أكثر طماطم البستان على خاطر معناتها سهلة في الحلال فوالا سهلة على الأخر لوفيغتيغ سهلة. شو أخويا كلون اللهم صلي على النبي حمرا تقول تعب الطماطم جاي هاك القوى من الشجرة أخويا. الطماطم المزيانة هذيا نحط مغير فتين يعملوا 66 كيف يتقلاو مع البصل ومن بعد نحط معاهم الدجاج فلفل أكحل والملح خليهم يتقلوا شويه مع بعضهم. كان مش سوكودال منتوجات الوطن القبلي والله منهم هما اللي تغرمت بالرسمي ودخلت خاطر نشم في البنه بالرسمي حاجه ممتازه على الاخر برافو يعطيهم الصحه ومش بالزهر. كانت حصلوا على جوائز كبيره ديجا هاو 2018 2019 2020. دونك الجوائز هاو اخرها عام 2020 الجائزه نتاع جولد اوورد وورلد كواليتي سيليكشنز يستحقوا تصفيقه اقوى من هكا على الاخر. طماطم وهريسه البستان من انتاج سوكودال تلقاهم في جميع الاسواق في العالم الكل. معناتها تاخو انك من اهم الجوائز عام 2020 لبن الهريسه اللي موجوده. دونك مش زهر هذا نطلب منكم بكل لطف يا جماعه تحلونا احكوك الهريسه اللي موجوده قدامكم ويعطي كل واحد يعطينا رايه في الهريسه نتاع منتوجات الوطن القبلي. باه اللهم صلي على النبي. باه هاي نبدا بوليد عتجاوي كهريسه عاد بنينه برشا بنينه فاوحه ما شاء الله. باه منون شو انا راني قربيه اي باش نتفاهموا معناتها والريحه هذه بالنسبه لي انا هي ريحه الوطن القبلي واضح لالا. كي قالوا البنه عندها اسرارها ابا البنه عندها اسرارها وهي ادريستها زاد واضح. باه ميك كل الوحيد اللي قاعد يذوق لنا الكل قاعدين يعملوا انا قاعد نذوقها اللهم صل على فازي. انا نموت على الحار ونموت على الهريسه وهذه بالحق مفوحه بالكدا بالكدا فيها ريحه التابل اللهم صل والله ترى حتى ريحه التابل الباب الرسمي فيها تابل وكرويه وضريبه ثوم تخرج حاجه عالميه ذي اسرار البنه والبنه السر نتاعها راهو في الحكار نتاعها. ديما تلقاو السيج الموجود نتاع سوكودال على منتوجات الوطن القبلي تبداو متهنين اللي انتم خذيتوا الادريسه الصحيحه نتاع البنه. نعاود نذكر مره اخرى منتوجات الوطن القبلي البنه عندها اسرارها. في أرض الوطن القبلي الخصبة نزرع أفضل أنواع الطماطم في تراب تونس. سوكودال مصنع يحتوي على أحدث التكنولوجيات والمعايير التقنية. تبدأ مراقبة الجودة من عملية الجمع إلى مجموعة من مراحل الفرز النظافة والاختبارات وبتقنيات حديثة ومعايير عالمية. عند سوكودال
تتفانى مجموعة من خيرة شبان وشابات الجهة تحت إجراءات سلامة ووقاية ونظافة من أحسن ما يكون. تسعى سوكودال لتوفير طماطم مركزة ذو جودة عالية. تقدم بها منذ ما يقارب 50 سنة منتوج ممتاز للسوق المحلية وإلى جميع الأسواق العالمية. السوكودال كاليتي اي بروفيسيوناليزم. يا مدام شنو الطماطم هذه الكل؟ يا أخي تعولة مع منتجات الوطن القبلي، البنة عندها أسرارها. به منول حاضرة ولا؟ أي ملكة الأناقة منال تود سويت منال العمارة تقدم لكم منال لايف ستايل. مرحبا بكم في من ال لايف ستايل. وليد من بكري ويقول لي راني من الجعت، راني من المعاش النجم، راني انا جمعه كامله عمر ريجيم وتو راني نحب ناكل. وليد تحب جبن؟ بطبيعه تو سايل فات ليميسيون ريجيم. انا وقت اللي نقولوا ايمونتال بارميزان غودا روكفور موتزاريلا كل ما نقولوا جبن نقولوا بنيا غلين. شوبس مش انا باش نحكي لكم على بنيا غلين، تشوفوا مع بعضنا الشيف اللي باش يحكي لنا على بنيا غلين. ايوه اي نعرف اللي انت كيفي خويا تعاني ومغروم بجبونات ومخماخ متاع جبن ونهار كل وانت تنط من بلاصه لبلاصه. هم جيبوا ماسكاربون في دراوين هاو هذايا عنده ايمونتال عليه بالحق. علاش بنيا غلين ومش كل زعما عندهم انواع جبن الكل، عندهم الجودا ولادام وعندهم شيدار وعندهم ليمونتال وعندهم غرير وعندهم ماسكاربون وعندهم قال لك باش تبيع بيه بالحاضر زعما ما تعرف غالي جيبوه يعمل في بيب ها قدامكم ها كل شيء اكثر شيء من بالبازيليك كل شيء ما عادش تكسر مخك كانك مغروم كيفي بالجبن. امشي بالغلين تلقاهم باختو عمران لاك دو بوم هل حسيلو حسرونا في طول اوكي تلقى جبونيت الكل ينسى لا دغيس تلم كل شيء وتراوح بشفاء. شيف تيسير يحكي لنا على بنيا غلين شوبس لو ليدر دو فروماج. سي تري سامبل، سنه سهرين نتاع راس العام في الدار واللمه محليها والذي بنيا غلين شوبس يودنا باللي بلاتو هذوما دو فروماج اللي هما سومهم 75 دينار ولي بلاتو هذوما كو فو بوفي بري كوموندي الناس الكل قبل لو 30 جوست تكلموا ال 29 197 197 هذا نمرو النجده باش يجيب لك الفروماج. دونك كيما تراو هنايا البلاتو مزيان على الاخر وبنيا غلين فرحوا بكم الناس في البلاتو. دونك لي كرونيكور وحضروا لكم كل واحد ان ميساج سبيسيال. ترا وريني ميغالو. ميغالو ان شاء الله عامك اخضر. ما قلت بنيا غلين ريح الدار زمان، المره هذه نهديو لك بلاتو هبيل صحه. حب صف كروزوش امينة ان شاء الله عامك اخضر. احنا المره هذه حبينا نسالوك تعرف شي ابان بلاتو دو فروماج وين تلقاه؟ عند بنيا غلين. هلا 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 شي هذا بكل براءه بكل براءه. مازال امين. امين ان شاء الله عامك مبروك يا احلى امين. نهديو لك من بنيا غلين بلاتو مشخشخ وبنين. قالوا لي امين يحب الفروماج. اه نحب الفروماج على الاخر. ميرسي بنيا غلين يعطيك الصحه. بيا ان شاء الله عامك ما اخضر سايب عليك من الملوخيه. هاو بلاتو من بنيا غلين تعدي بيه احلى طريقه. الله الله يشعروا الجماعه. زيد اقراوا لي ان شاء الله عامك زيد ان شاء الله عامك اخضر. بنيا غلين يهدي لك اخضر ياسر. بلاتو فروماج مبروك ليميسيون جديده مازال وبعد مش تخرج تلقى عندك كهرباء البرا كدوم عندنا نحن. دونك فوالا وليد انا باش نهدي لك البلاتو دو فروماج هذايا. ميرسي. كنت حاب تذوق الناس الكل ينجموا يذوقوا زاد سوبر. نحبوا نقعدوا نحن تو نقصوا بس وكا. فوالا دونك نعاود نفكركم مره اخرى تنجموا بو بري كوموندي لي بلاتو نتاعكم. اخر دات هي 30 ديسمبر وراهو البلاتو ريتو كيما هكايا بالضبط يوصلكم هكا مسكر مغلف مزين مزيان. ميرسي بنيا غلين شوب.
راس العام جاي، وحتى اذا كان السهريه في الدار ما يسالش اذا كان نمكيجو لحبيبنا ولاصحابنا وهكا، ولا مش معناتها واحد قاعد في الدار معناتها ما يتلاهيش بروحه ميقالو هكا ولا لا، واللي يقول راس عام يقول غوجا ليفغ احمر مزيان. لكن المشكله عندكم انتم رجال اللي ما تفرقوش بين الاحمر الغامق والاحمر الفاتح والاحمر المتوسط، بالنسبه لكم انتم الغوجا ليفغ الكل احمر. صحيت والله العظيم حمير كما قال وليد. فوالا بمناسبه راس العام فاشن ميك اب المكياج الرخيص والكاليتي الطيارة يقدم لكم 5 كولور دو روج ا ليفغ روج، نشوفوا مع بعض. وبالمناسبة نتاع الغيفيون فاشن ميك اب قدم لكم لي باك، تعرفوا اللي احسن حاجة تنجم تفرح المرأة كهدية في راس العام هو تهدي لها مكياج، يعني مكياج فوالا. دونك نشوفوا مع بعضنا لي باك اي لي برومو دونك سبيسيال نوفيل ان تاع فاشن ميك اب، ريتو كيفاش لي بري سون تري ابوردابل، دونك فريمون كسرنا الاسوام باش تنجم تهدي يا ميغالو للعبد اللي تحبه. انا نهدي لمين في البوس المكياج من عند فاشن ميك اب. بلاش كم راس العام ما نجموش نعديوه من غير خبزة راس العام اللي هي يا وليد بعد ما ناكلوا الحاجه مالحه ناكلوا الحاجه الحلو، وانت نعرفك تحب برشا الحلو ولذا شكاولكم في ادريس نتاع باتيسري بولانجري في حومتي في البونليو سود لا ريفيرونس، وانا نجم نقول لكم باغ اكسيلونس احسن باتيسري تنجم تاكل من عندها جاتو وحتى زاد الخبز والميلفوي وفازيت هذيكم الكل، هذاك علاش مشيت البيل اير نشوفوا مع بعضنا لو فيتير. باتيسري بولانجري بيلير موجودة في حومتي في الكياس البرانسيبال في بومهل، ولذا راني أنا ناكل في الجاتو من غادي كاو ناكل في الخبز من غادي. عطيني هذا. هذايا باغ إكزومبل بوش نتاع نويل، نحب نقول لكم اللي تنجموا تختاروا أي جو تحبوا عليه، مثلا إذا كان أنت أمينة تحب الفرامبواز وتحب معها الشوكولا، تنجم تمشي غاديكا قبل لو 31 وتعدي الكوموند نتاعك وتقول راني أنا نحب لي سافور هذوما مع بعضهم. فما شكون مثلا ما يحبش النوازيت، فما شكون اللي عنده مشكله مع السكر، مثلا انا يا وليد نعم في ريجيم كيفك انت، دونك نمشي البالير ونقول لهم راني نحب جاتو سون سكر، يعملوا لي دونك جاتو اللي هو من غير سكر. دونك هذه الحاجه الطايره على الاخر، سينو بو بوفي بيرسوناليزي تنجم بيرسوناليزاسيون الكل شيء، نون سولمون لي سافور نتاع الجاتو مي اون بلوس دو سا اي حاجه تحب تكتبها على الجاتو. دونك فوالا كوم انت قلبك كبير زياد، الجاتو اللي قلت لك باش نهديه لك باش نعطيه الوليد على خاطر هو اليوم واقف الريجيم، والجاتو هذا فما شكون انيفرسيرو اللي هو
ولد المعد العزيز نتاعنا دالي دمك والدي باش نديرو الجاتو هذايا ونقولو له هابي بيرثداي تو يو. وليد نخليك انت، وليد كان يحكي لي على الجلاساج. خايفه يا وليد؟ خايفه؟ ما تخافش ما تخافش. شوفوا لافينيسيون والجلاساج ما عندكم حتى فكره على البنه بالحق. شفت فهم فما كيما كيما فيها كلفازه كيما هايلايتر هايلايتر حق بالضوء والمكرون والدنيا مكرون بنين هذاك ياسر بنينه ماهره بريجيت من ولا دونك مكرون اذا كان تحبوا تضمنوا الجاتو نتاعكم الراس العام il suffit de précommander donc من عند باتيسري بولانجري بلير سواء على انستغرام ولا على الفيسبوك ولا تو سامبلومون تمشيو لهم في بومهل وتختاروا شنو الجاتو اللي تحبوا عليه وان شاء الله كل عام وانتم حين خير. اليوم باش نحكي لكم على بارفان بروم هي بور لو كور اي بروم بور لي شوفو. عندكم شي فكره الاولاد تعرفوش اللي فما حاجه نفوحوا بها الشعر؟ ابدا لا. اي با انا اليوم اخترت لكم ان برودوي اللي هو تونسي دونك سو سون لي سونتور انجيلين سي اون مارك تونيزيان بروميستيكس لابوراتوار وحضرت لكم الكل واحد فيكم اون تروس بيرسوناليزي دونك مثلا ميغالو حاطط له ميغالو لينيميتابل سمر حاطت لك اون تروس لارتيست ليدي امينا امين لو بوس دو جوديتو كي العاده بيا الحكايه كانت تعرفي حايلت معاها المره اللي قلت لها البيا والجو هذاك الكل واو زياد بربي الكاميرا زياد لو دونجوان دونجوان معناتها قاهر الفتيات بالعربيه. بالنسبه ليا انا منوله لدي حسين فهمي من تاع تونس. اي وليد اخترت لك دونك اون تروس اللي هي فيها موزيكا فوالا هذوما لي تروس سبيسيالمون ليكم انتوما دونك حضرتها لا مارك انجيلين. باش نحكي لكم شويه على لي برودوي نتاعها دونك فما 700 تور اللي هما بور لو كور وفما دي بروم اللي هما بور شوفو على خاطر يا ميغالو نحن البنات وزاد انتوما الاولاد تنجموا تعملوا كيما توا وليد عمل هكا رشه معناتها في في شعر اللي هي الوغ اللي يتكيفوا اللي يمشي لبلاصه فيها ريحه ماكله حتى يخرج من الكوجينه دونك هذايا الحاجه نو سولمون تعطي ريحه باهيه مي اون بليس دو سا اللي يدغات لي شوفو دونك فيها لا فيتامين بي 5 دونك اللي يدغات لي شوفو على خاطر في وسطهم لا فيتامين بي 5 دونك مش كان يفوحوا. بالنسبه للشعر عندك ليدغاتاسيون بليس الريحه البنينه وبالنسبه للكور عندك دونك سا ابيز وتعمل ليدغاتاسيون وتعمل زاد ريحه البنينه. فما لي بروم مي زاد فما لي لي بور لو كور. فما شكون يقول لك انا ما نحب ايدغاتاسيون كان اذا كان نحط اون كريم ديريكتومون سور لو كور وفما دو سونتور اللي هما جدد دونك فما اون سونتور فلورال اللي هي غير فلورال وفما حاجه اللي انا نموت عليها اللي هي ريحه العود وريحه العود هذيا ريحه جديده زاد مازالت كيف خرجت. لي برودوي هذوما يمشيو اوسي بيان للرجال كو للبنات. لي برودوي هذوما موجودين في فيسبوك على كونت بروسميتيكس لابو وفي انستغرام على كونت بروسميتيك وتنجموا ابارتيغ دوجوردي تعديو لا كوموند نتاعكم فيا لو سيت www.promestixlaboratoire.com. ونجم نقول لكم اللي راهو اللي يعمل بارفان في شعره ويعمل لي كوربوريل ويعمل بروم بور لو كور ما نجم يخرج ريحته كان بنينه 2021. من حينك نبدا كادو ياسر مزيان دونك للراجل ولا للمراه باش انه تهدي له اون تروس اللي هما ديسبونيبل كيما قلت لكم دونك جوست الوكازيون نتاع الريفيون عندكم تروس هذايا كادو في وسطها تنجم تحط لي برودوي اللي تحب عليهم الكل. ميرسي بوكو بروسميتيكس لابوراتوار. ان غران سوكسي للمارك تونيزيان جويو دو لا ميدينا. بالحق مل الخدمه الخدمه والفيانه الحاجه اللي هي رجعت لي موديل ريفيزيتي نتاع الحولي نتاعنا القديم. نشوفوا مع بعضنا جويو دو لا ميدينا.
اليوم جوايو دلا مدينة بعثوا ان كادو سبيسيال الوليد التونسي. يا بابا واو 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 اليوم يعطيكم الصحة بالحق حشمت. احنا نفرحوا بالليزام والله يعطيكم الصحة. عندكم شي فكرة هذايا شنو؟ بلوطة. لا سبحة هي بغسلي. اما هذا شنو هذايا؟ هذيك فيها حاجة تتمنى حاجة. ايبا قبل كانت المرأة تلبس شركة في وسطها ان بورت كونترا اللي هو هذا الصديق نتاعها تحوس بيه كانالو يربطوا له واحدة دونك هما عملوا البغاسلي هذايا اللي هي بغاسلي ميكست هذايا الكل بوا دو سونتال دونك اذا كنت تحط عليه اي بارفان تقعد الريحه نتاعو ياسر بنينه والبغاسلي هذايا بالحق ياسر مزيان على خاطر القطعه فضه هذايا من الباتريمون نتاعها دونك سي ان بورت كونترا حطوا فيه الصديق نتاعهم قبل كانوا يحوسوا بيه دونك وليد فرحانه برشا باش نلبسك البراسلي هذايا زاد النبي زاد على الاخر على الاخر على الاخر فرحان اغزر مكتوب واو صحه وليد مليك برشا والله سمر اخترت لك اون باج اللي هي من لا نوفيل كوليكسيون تاع جوايو دو لا ميدينا اللي هي دونك لونها روزي وهيك في ستيل نتاع انت دونك ياسر فرحانه برشا ميرسي صحه المره اللي فاتت اخترت باش نحكي لكم على البغاسلي خلخال المره هذيا باش نحكي لكم على لو كولي هذيا اللي هو دونك تقولش عليه هكا نتاع جربه كلي نتاع قبل عرفت دونك فريمون يمشي هذا كله في الذراوه والخدمه كلها ارتيزانال والخدمه كلها باليد والخدمه كلها متقونه وجوايو دو لا ميدينا تنجموا تلقاوها في منار سيتي دو 24 او 27 ديسمبر والا في تونس سيتي جايا والا في سوق الترك كذا في تونس بالنسبه للصفاقس وناس الصفاقس تحب نقول لكم راني توحشتكم برشا تلقاوها في قصاص بوزاين وتلقاوها دو 24 او 27 ديسمبر في كومبلكس اتلاس وورلد صفاقس سينو تنجموا نتوما اذا كنت تسكنوا برا تونس تعديوا الكوموند نتاعكم على انستغرام والا فيسبوك جوايو دو لا ميدينا وراهي جوايو دو لا ميدينا توصل لكم وين ما كنتوا في تونس والا برا تونس C'était Men et Lifestyle pour ce soir. منول يعطيك صحة بارك الله فيك وليد وقيت تحف لنا شوية الجو وقيت تشتيح يا جماعة في دياركم ولا قيت الربوخ والجو وال 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 أيوة حضرنا روحكم قبل نمشيو نعملوا دورة في الكريبة من بعد وليد وال 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 لايف مع البعض نتاعو راجعين الغالية الكرهبة متاعنا هي كرهبتك القادمة يكفي انك تبعث اس ام اس في ا على 85 810 92 مليون و 980 سومها هي الكريبة متاعك انت القادمة مجرد اس ام اس ا على 85 810 تقولي انت شنو فيها جديد ملكة الكياس الجولف 6 نقول لك لي جون تالو خويا اللهم صلي يعني به حاجه تعمل 66 كيف لي فو ليد جدد ريتروفيزور نتاعها رابتابل الانتيغور نتاعها حاجه من اخر ما صدر فولون كوير بوات دي اس جي بوات اوتوماتيك جديده نتاع فولكس فاجن هي اللي تنجم تكون خويا الحقيقه والحلم اللي حلمت به باش يولي حقيقه بمجرد اس ام اس كي تبعث ا على 85 810 الكريبه نتاعك اسمها جولف 6 مجرد اس ام اس ليك انت حلمك حقيقه نفتح عنا ان شاء الله تكون انت من الفايزين
وحيد مريح شكون اللي يحس بنوحي بعدك ما عندي حبيب تمشي علي روحي وانسي روحي مريح شكون اللي يحس بنوحي بعدك ما عندي حبيب انت الحب اللي جاني واحضنك ايام كان حياتي انت ونحبك يا مجنون نحبك يا مجنون يا ساحر أنا بغرامك مفتون أنا ومسكون وغايب فيك يا مالك الأحساس يا حابس الأنفاس يا خمرة الكأس وكل الناس يغيموا فيك Ba 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 ba
شكرا.